حل الظلام، فحضنت الظبية صغيرها وحكت له قصة الأرنب الأبيض الذي أنقذه صديقه من بندقية قناص. أريد أن يصبح لي صديق يساعدني وأساعده يا أمي. حسناً يا صغيري، ابحث لك عن صديق. خرج الظبي الصغير ظهرا وظل يمشي حتى رأى سنجابا رشيقا ذا ذيل طويل كثيف الشعر، فحيه وسأله: أتعرف ملمع ماء قريب من هنا؟ لكن السنجاب نظر إليه غير مبال وقال: ما كان عليك أن تفارق أمك، عد إلى بيتك. هذا سنجاب متعجرف، لا يصلح أن يكون صديقا. اشتد العطش بالظبي فواصل سيره إلى أن وصل إلى نهر يجري فيه ماء عذب. ظهر أمامه قطيع من الوعول الصغيرة تلعب وتقفز، فقال لها: هل ألعب معكم؟ رحبت الوعول الصغيرة بالظبي، فأخذ الظبي يجري ويقفز ويمرح مع الوعول الصغيرة. وفجأة صاح أحد الوعول: قناص قادم، على القمص عاجل، لا تلعبوا، هيا اهربوا. تفرقت الوعول هاربة، عندئذ تعثر الظبي الصغير وبدأ يتمرغ ويتوجع، فخوفه من القناص جعله يفقد توازنه ويسقط على الأرض. لم تكترث له الوعول وجرت لتنقذ حياتها، إلا وعلا صغيرا رجع ليسعف الظبي ويساعده على الهروب. أنا عاجز عن المشي، اهرب، انج بنفسك، لن أرتكب غلطة وأتركك في هذه الورطة. بقي الوعل بجانب الظبي الصغير حتى نجح في مساعدته على الوقوف على قوائمه. ومنذ ذلك الوقت أصبح الوعل والظبي صديقين حميمين لا يفترقان.